السلام عليكم ورحمة الله. أنا إيام منتظر إبراهيم، عمري 11 سنة، أدرس في الصف السادس. استفدت من برنامج سوداب كيدز في إنجاز مشروع اسمه سمارت فارمر. لفت انتباهي أثناء مواسم الزراعة بشر العديد من الحصيلة الزراعية بسبب زراعتها في المناخ الخاطئ. صممت هذا المشروع تفاديا لمشاكل المناخ. تكمن فكرة المشروع في معرفة المناخ المناسب للزراعة في المنطقة المحددة، سواء كانت النباتات صيفية أو شتوية. اخترت 3 مناطق سودانية هي كسلة والقضارف وشني لتطبيق المشروع. أولا، أدخل اسم المدينة. ثانيا، اختر صيف أو شتاء. تظهر لديك قائمة بأسماء النباتات حسب نوع الفصل المدخل. اختر اسم النبات، ثم تظهر الشهور المناسبة لزراعته. والآن لنشاهد التطبيق العملي لمشروع سمارت فارما. أولا، نحدد المنطقة التي نريد أن نزرع فيها. In which city do you want to grow? لديك 3 خيارات لمناطق سودانية هي كسلة والقضارف وشندي. أنا سأختار منطقة كسلة. بعدها نحدد الفصل الذي نريد أن نزرع فيه، صيف أم شتاء. What season are you in? ستظهر لديك قائمة بأسماء النباتات التي يمكن زراعتها في هذا الفصل. In this season you can grow turnip, cabbage, watercress, peas, spinach eggplant, radishes, onion, beets, garlic, celery, carrot, parsley, SW. What type of plant do you want to grow? نختار منها النبات الذي نود زراعته. أنا سأختار نبات الجزر. ستظهر لديك الشهور المناسبة لزراعة هذا النبات. It can be planted from September to October. نطبق نفس الخطوات إذا اخترنا فصل الصيف. وشكرا جزيلا.